أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الرابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الرابع. كونوا معي. الفكرة العامة: الوطن يجمع ولا يفرق، ويوحد الناس على حبه والانتماء له، والتفاني في العمل لرفعته والدفاع عنه. دعونا نرى ما هو هذا الدرس. كما يظهر أمامكم على الشاشة، درسنا بعنوان هوية الأردنية. الفكرة الرئيسة: معرفة هوية الأردنية، مفهوم الهوية الوطنية والوحدة الوطنية وقيم المواطنة الفاعلة. المصطلحات: الهوية الوطنية، الوحدة الوطنية. هنا سنتعلم أيضا خلال مهارات التعلم الشبه والاختلاف، الفكرة الرئيسة والتفاصيل المقارنة. بداية، عندما نسأل من هو الأردني؟ الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن. الأردني هو من يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات. فهي لو دخلنا إلى المفهوم، هي مجموعة الخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية والسمات المشتركة التي تتشكل عبر التاريخ وتميز أبناء وطن ما. نريد أن نتأمل هذه الأسئلة. إذا أردت أن تجيب عن سؤال من أنا، ماذا تقول؟ هل ستقدم نفسك باسمك، بهويتك الأردنية؟ اكتب 5 كلمات تصف هويتك. ما هي ال5 كلمات التي تتبادر لذهنك مجرد أنك فكرت أنك أردني؟ لماذا اخترت هذه الكلمات؟ لاحظ معي هذا المخطط. اكتب اسمك في المنتصف، فكر في الكلمات التي تصف هويتك، ارسم سهما وخطوط من المركز أو الاسم. في نهاية الأسهم أو الخطوط اكتب العبارات والكلمات التي تصف هويتك وشارك طلبة الصف مخططك. طبعا سنقوم بهذا النشاط خلال الحصة، وكما وصف هنا سنكتب الاسم وهنا الكلمات الدالة على هويتنا الأردنية، وسنضع أسهم تنطلق من المنتصف إلى هذه الكلمات. وبالطبع ستقوم بالتفسير، لماذا أنت اخترت هذه الكلمة ولم تختر هذه وما إلى ذلك. بطاقة: استخدم أحد المراسلين الصحفيين صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي ووجه سؤالاً: ماذا يعني أن تكون أردنياً؟ فكانت الإجابات مختلفة كما يظهر أمامك. أن أكون أردنياً يعني الحماية بموجب القانون وحرية الرأي والتعبير، التوسط، قبول الآخرين واحترام آرائهم، إتاحة الفرصة لكل منا في المشاركة في صنع القرار، الحفاظ على الوحدة والبناء على الإنجازات، المشاركة الفاعلة في الحياة العامة بمختلف أشكالها. هكذا نرى نحن كأردنيين ماذا تعني أن تكون أردنياً. أيضاً سنناقش سويةً، سنستمع إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله من خلال الرابط، وسنتعرف من الأردني، كيف يميز المواطن الأردني، الصفات التي يجب أن يتصف بها، هل تعد هذه الصفات هوية لك؟
عزيزي الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنقوم بمناقشته خلال حصة الأسبوع الرابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.